عشر في انطلاقات الصباح، والخاص بهذه الدفعة وهذه الأنواع من الجعادين المحليات الأصايل في سن الإذاعة. التوفيق نتمناه لكل المشاهدين، لكل المتابعين، كذلك لكل الأخوة المنطلقين والباحثين عن انتصار أو تأهيل لكأس الخليج. أنا أعود إلى المتابعة أيها الحبل الكريم والمتابعة الأولى هنا من خلال هذا التواجد، الأسماء المنطلقة على المركز الأول، تقريبا خمسة أو ستة جعادين في موقع واحد، وموقع مشاهدين الكرام مميز ومتميز. مزعل الآن على صدارة الشوط، الله يا مزعلي هذا الاسم لعتيج بن مطر القبيسي، هو الآن في مقدمة الشوط. هذا المزعل الصغير، مزعل الكبير خلاص راح للإنتاج، راح هناك لبدع ثلاب بالإنتاج. إذا هذا مزعل الثاني، مزعل الثاني مشاهدين الأعزاء في انطلاقاته وتحديه. نشوف المركز الثاني، المركز الثاني هملول لسلطان بن سيب بن معضد المشغوني من يتواجد ويحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث شاهين يتواجد في المركز الثالث، عبيد بن سالم بن مصبح الغفلي المركز الرابع. وصلنا مشاهدين الكرام هملول محفوظ بن خميس الغيلاني من يتواجد ويحتل المركز الرابع. الآن في هذه اللحظات نشوف المركز الخامس، نتابع المسيطر المشغوني، مسيطر المشغوني حكم القبضة تماما على صدارة الشوط على المركز الأول، لكن الهجوم وارد، الهجوم وارد يا غير. انت شوف، شوف مع الهجوم وين تروح، وين تروح. الله يا بن حاسوم، وصل بن حاسوم في اللحظة الأخيرة، أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكيلان انتزع المركز الأول، بدأ يغرد على صدارة الشوط، بدأ يرقص على المركز الأول، رقص الفوز والانتصار والناموس. الله، هذا هو هملول مشاهدين الأعزاء، أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي على المركز الأول، مسيطرا على الأداء والنتيجة، مسيطرا على الأداء والنتيجة، ما كان في الأرقام لكنه كان حاضر موجود في الشوط يراقب الجميع، وفي النهاية استطاع أن يحقق الانتصار على الجميع في هذه اللحظة، في هذه اللحظة، في هذه النهاية. تهانينا والناموس أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي على فوز هملول بالمركز الأول، وتقديمه كذلك أجمل صورة بالتحدي والمنافسة. تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الناموس. هذه لحظات وصول إلى خط النهاية. المركز الثاني كان من خلال تواجد شاهين سعيد بن محمد بن حليس العفاري، المركز الثالث سلطان بن سيب بن معضد المشغوني، المركز الرابع مشاهدينا الاعزاء محمد بن خاطر الشامسي، والمركز الخامس في التحدي والمنافسه كان التدخل سريعا في هذا اللقاء. نعود حبلنا الكريم مشاهدينا الاعزاء بالتنافس الجميل مره اخرى ولحظات التوقيت الزمن الذي كان حاضرا بانطلاقه هذا الشوط، وهو الشوط الخاص بالمحليات الاصايل، 7:58، 6 أجزاء من الثانيه كانت توقيت هملول. أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي، أسعد الله صباحك يا بن حاسوم ومشكور يا سلطان. بينما المركز الثاني قطع المسافة مشاهدينا الكرام في 8:01، تهانينا والناموس للسيد سعيد بن محمد بن حليس العفاري على هذا الفوز وهذا الانتصار، وفوز كذلك شاهين بالمركز الثاني، هملول في المركز الثالث، سلطان بن سيب معضد المشغوني ب 8:01، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا كذلك سلطان بن معضد، سلطان بن سيب بن معضد المشغوني على فوز كذلك هملول بثالث المراكز. تهانينا والناموس للجميع.